بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده هننقل لحضراتكم المباراه الاولى في سلسله مباريات النهائي للكره الطائره رجال ما بين الاهلي والزمالك. المباراه ان شاء الله ستقام في تمام الساعه 11 مساء، يعني بعد حوالي نصف ساعه من الان، وتقام على مجمع الدكتور حسن مصطفى. طبعا المباراه تنطلق في ميعادها في حال لم تتاخر المباراه السابقه، مباراه الثالث والرابع ما بين نادي طلائع الجيش وسموحه اللي بتجرى احداثها دلوقتي. يعني لو المباراه خلصت في ميعادها ان شاء الله مباراه النادي الاهلي والزمالك المباراه الاولى ستنطلق في ميعادها باذن الله. طبعا المباراه دي او البطوله دي هي البطوله الثالثه يمكن للفريق هذا الموسم. الفريق حصد البطوله العربيه كاس السوبر، ودي اول بطوله محليه يعني موسم 2023 بطوله الدوري. نتمنى له التوفيق، لسه عنده موسم طويل، لسه مباراه الفاينل، لسه كاس مصر، ايضا لسه البطولة الأفريقية. يعني الفريق لسه عنده ثلاث مباريات. فريق كرة الطائرة السنة دي الحقيقة مأدي مباراة جيدة الحمد لله بلا هزيمة حتى الآن. نادي الأهلي قابل نادي الزمالك خمس لقاءات هذا الموسم، فاز فيهم جميعا بنتيجة 3-0 ما عدا مباريتين بنتيجة 3-1، يعني 15 شوط لشوطين لنادي الزمالك. تفوق واضح الحقيقة للفريق، ولكن زي ما حضراتكم عارفين الرياضة إن أنت لازم تحترم الفريق اللي بتلعبه سواء في اي بطوله، سواء كان الوضع او ايه، لازم انت بتلعب بتحترم الفرقه، بتلعب بتادي دورك عشان في النهايه يكون المكسب باذن الله هو ده المنتظر من لعيبه النادي الاهلي. بس الحقيقه قبل ما اروح للمباراه طبعا عندنا كلام كتير جدا هنقوله. الحقيقه النهارده ضيفي كابتن محمود رؤوف نجم النادي الاهلي السابق وكابتنه هيكون معانا في الاستوديو التحليلي، ولكن ما ينفعش ابدا بكل حال من الاحوال نتجاوز الفوز امبارح بكاس مصر لكره اليد. الحقيقه الفوز اللي يعني اسعدنا كلنا، خاصه ان هي الثنائيه المحليه. السنه دي للسنه الرابعه او للمره الرابعه في تاريخ النادي الاهلي ياخد الكاس والدوري في سنه واحده. البطولتين المحليتين دي للمره الرابعه في تاريخ النادي الاهلي، اذا هي سنه مميزه لفريق كره اليد. كاس رقم 10 للنادي الاهلي، مش بس كده، والدوري رقم 24 للنادي الاهلي. كل دي ارقام الحقيقه يعني تاريخ بناء يعني نجوم النادي الاهلي، ولكن الجميل في مباراه امبارح هي الاداء. امبارح فاينل بيخلص فرق 10 اهداف ما بين الاهلي وسبورتنج. الحقيقه ده بيبين قد ايه الفريق في حاله فنيه جيده، مش جيده بس، لا، في حاله فنيه رائعه في وجود بعض الغيابات المؤثره. الحقيقه كانت يعني ممكن تاثر معانا بشكل كبير ولولا روح. طبعا دي صور التتويج امبارح في بطوله كاس مصر اللي اسعدتنا كلنا، اسعدنا الفوز واسعدنا الاداء. خلينا نتكلم الاول عن بطوله الدوري او عن الفريق ده منذ بدايه الموسم. هذا الفريق تعرض لاخفاقات كثيره، ولكن احنا كنا في برنامج الابطال واستوديو الابطال والله يعني ما كانش عندنا شك لحظه ان الفريق ده هيوصل لنتائج مبهره. ليه كانت ثقتنا دي؟ ثقتنا دي لان لكل مجتهد نصيب. الاجتهاد بدا من مجلس اداره النادي الاهلي، مجلس الاداره اللي دعم هذا الفريق من خلال اداره النشاط الرياضي. الكابتن الكبير خالد العوضي دعم هذا الفريق بكل ما يمكن ان يدعم به. يعني ايه؟ يعني كل شيء طلبه الفريق من معسكرات خارجيه لصفقات لجهاز فني جديد، حتى مدرب حراس مرمى يعني خبير جديد، كل ده مجلس اداره وفره. في أسوأ الظروف ان احنا كنا الفرقه الحقيقه بتعرض لاخفاقات، وكان عندنا يعني ثقه في المكسب. مش بس كمان جهد مجلس الاداره ودعمه، ولكن جهد اللاعبين ايضا والجهاز الفني والنشاط الرياضي. الحقيقه اللعيبه كانت ما عندهاش هدف غير اسعاد جماهيرها، وده اتقال في اكتر من لقاء. حتى لما كنا بنكلم اللاعبين عشان ينورونا او يشرفونا في استوديو الابطال او برنامج الابطال كانوا بيعتذروا، والسبب هو ان احنا نفرح الجماهير الاول. والله زي ما بقول لكم كده، فانا ما كانش اللحظه الاولى من بدايه هذا الفريق وتكوينه انا ما كانش عندي، حتى من السنه اللي فاتت، والله مش بس من السنه دي، من السنه اللي فاتت وانا كان انا وفريق عملي كله، فريق عمل البرنامج كله اللي انا بتشرف ان انا اكون معاهم، كلنا وحتى كل المهتمين الحقيقه كنا عندنا ثقه كبيره ان الفريق ده ربنا هيكرمه. مش بس زي ما بقول لحضراتكم عشان ثقه في النادي الاهلي ككيان، ولكن ثقه في المجهود لكل مجتهد نصيب. الفرقه دي تعبت جدا، الفرقه دي تعرضت لاخفاقات في الثواني الاخيره في مباريات كثيره كانت هي بتكون فيها الافضل، وده في حد ذاته يهد معنويات اي فريق. ومع ذلك كنا نلاقيه الفرقه بلعيبته بيقفوا تاني وتالت ورابع، ويحاولوا تاني ويحاولوا تالت ورابع. لازم في الاخر ربنا يكرمك، ولازم ربنا سبحانه وتعالى يديك مكسب، مكسب جميل والشكل رائع. طبعا امبارح اكبر تكريم الحقيقه من الفوز هو حضور كابتن محمود الخطيب. الحقيقه كابتن محمود الخطيب ما فيش لحظه هو ما جاش دعم هذا الفريق،
حتى والفريق بيخفق في لحظات كتيرة، أو يعني ما بيوفقش في لحظات كتيرة، ولكن كان كابتن محمود الخطيب داعم كبير لهذا الفريق، وكان عنده ثقة غريبة الحقيقة في الفريق، وكان شايف إن الفريق ده يستحق الفوز بشكل كبير. وكابتن محمود الخطيب امبارح حرص على التواجد بصرف النظر عن نتيجة المباراة امبارح، ولكن هو شاف إن دعم هذا الفريق يعني كان لازم. طبعا المباراة امبارح اتلعبت على صالة الشباب الرياضة في القوات في 6 اكتوبر، صالة الشباب الرياضة في 6 اكتوبر، والحقيقة يعني هتوقف انا طبعا عند حميد، بس يعني اتكلم عن المباراة والبطولة. طيب الموسم انتهى لهذا الفريق؟ لا. طيب ليه الموسم ما انتهاش لهذا الفريق؟ لانه عنده بطولتين في منتهى الأهمية. اللي فات طبعا اسعدنا كلنا، واللي جاي ان شاء الله يسعدنا. عنده بطولة كأس السوبر الأفريقي اللي احنا زعنا على الهواء مباشرة يعني وقائع القرعة، والنادي الاهلي هيبتدي اول مباراته مع الترجي يوم 6/5. تاني يوم هيكون الفاينل، غالبا هيكون ان شاء الله مع نادي الزمالك ايضا. ده السوبر الافريقي، والمباراتين هيكونوا على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، لان النادي الاهلي بيستضيف البطولتين. 4 بطولات على فكره مش بطولتين. رجال وسيدات سوبر، رجال وسيدات كاس الكؤوس، وطبعا كابتن غزاوي عضو مجلس اداره ورئيس اللجنه العليا المنظمه لهذه البطوله، واعلن عن كل التفاصيل قبل كده على شاشه قناه النادي الاهلي من خلال استوديو الابطال. طيب البطوله الثانيه هتكون ايه؟ البطوله الثانيه هتكون ابطال الكؤوس، برضو بطوله مش سهله، بيشارك فيها ايضا المنافس التقليدي نادي الزمالك. ابطال الكؤوس، ابطال الكؤوس مهمه ليك عشان انت بتحجز مقعد جديد في كاس السوبر للسنه اللي بعديها. ايوه زي ما بقول لحضراتكم كده، هي سلسله متصله من الجهد والعرق مطالب بيها هذا الفريق. وعشان كده كابتن محمود الخطيب النهارده عمل اجتماع مع الجهاز الفني قبل او بعد التتويج امبارح ب كأس مصر لكرة اليد. طيب الاجتماع حصل في ايه، او كابتن محمود الخطيب قعد مع مين؟ طبعا ده وضحه الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الكابتن الخطيب اجتمع بالجهاز الفني لكرة اليد لمناقشة التحضيرات للمرحلة المقبلة. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عقد اجتماعا مطولا اليوم مع الجهاز الفني للفريق الاول لكرة اليد الرجال بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني، عقب التتويج ببطوله الكاس امس، والذي جاء بعد ايام قليله من الفوز ببطوله الدوري العام او دوري المحترفين. بدا الاجتماع بتهنئه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي للجهاز الفني والاشاده بالجهود الكبيره التي بذلها مع لاعبيه على مدار الموسم من اجل الجمع بين بطولتي الدوري والكاس. وتطرق الحديث الى الترتيبات اللازمه واحتياجات الفريق للمرحله المقبله، والتي تشهد العديد من التحديات، خاصة وأن الفريق سوف يخوض منافسات قوية في بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية. حضر الاجتماع كل من الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، والكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيس المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة. واستمع رئيس النادي لرؤية المدير الفني ومعاونيه بهدف استمرار مسيرة الانتصارات والتتويج بالبطولات وإسعاد جماهير النادي الأهلي الكبيرة. وأكد على دعم مجلس الإدارة للفريق وجهازه على كافة المستويات. زي ما قلت لحضراتكم، كابتن محمود الخطيب دائما أبدا في كل تهنئاته وكل رسائله إلى ولاده اللاعبين والأجهزة الفنية دائما بيهني يعني في يوم، ولكن خلاص كسبت البطولة أصبحت تاريخ. والله زي ما بقول لكم، لأن كابتن محمود الخطيب مدرك تماما أن النادي الأهلي جماهيره يعني زي ما بيقولوا كده بالعاميه لا تشبع بطولات، فاذا لازم تقفل او تطوي صفحه الدوري والكاس وتبص على اللي جاي. والاجتماع النهارده تحضيري اكيد للفتره المقبله اللي هو طبعا ابطال الكؤوس، واشار البيان لذلك، وكاس السوبر. وهل في تدعيمات؟ ده اللي هنعرفه بعد كده اكيد من خلال الاعلان من النادي الاهلي او من منصات النادي الاهلي الرسميه. احنا الحقيقه عارفين طبعا اكيد اخبار من هنا او من هناك بحكم وجودنا داخل النادي الاهلي، ولكن احنا ما بنعلنش الا بعد ما النادي الاهلي يعلن، وهذا هو النادي الاهلي. النادي الاهلي هناك يعني شغل دؤوب في دعم الفرق، ولكن لا يتم الاعلان الا بعد ان يتم كل شيء، وده التميز الحقيقه اللي محافظ عليه النادي الاهلي منذ القديم الحقيقه. طيب تدعيم الفرق هيكون فرقه ازاي، الشكل هيكون ازاي، كل ده تباعا، لان ابطال الكؤوس او السوبر الافريقي انت النهارده بتكسب بطوله الدوري والكاس وانت معكش محترف. خلي بالكم المحترف اللي كان مع النادي الاهلي غادر او انتهى تعاقده مع النادي الاهلي ولم يتم التعاقد مع محترف اخر، وساعتها الدنيا قالت وعادت وبتاع، طب ازاي هنلعب غير محترف؟ عادي بنكسب دوري الكاس اهو من غير محترف. فاذا في رؤيه فنيه، في رؤيه ودعم من النشاط الرياضي ومجلس الاداره،
فاذا يعني نسيب الناس تشتغل، وكل الكلام ده محطوط على الترابيزه زي ما حضرتك شفته النهارده في لقاء الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب ما اداش الفرقه اكتر من 24 ساعه للفرح وابتدى الشغل لبطولتين مهمين على ملعب النادي الاهلي. وخليني هنا برضو ما انساش فريق السيدات، فريق السيدات هيخوض برضو بطوله ابطال الكؤوس وبطوله مهمه جدا لهذا الفريق، والحقيقه نتمنى له كل التوفيق بعد غياب فتره طويله، يمكن من 2016 او 2017 غاب هذا الفريق عن بطولات افريقيا، وبالمناسبه كانت ايضا في صاله النادي الاهلي او لعبوا مباراته مع صاله الشهداء، انا فاكر البطوله دي لان شرفته بتغطيتها من عبر شاشه قناه النادي الاهلي. فاذا اتمنى الفريق السيدات كمان الفوز، اتمنى ان شاء الله ليهم بطوله الدوري والكاس كالرجال. يعني النادي الاهلي الحقيقه هذا الموسم موسم رائع وناجح في كل الالعاب، ان شاء الله يتبقى كره السله. كره السله عندها الاسبوع ده مباراتين مهمتين، عندهم قبل نهائي كاس مصر وان شاء الله نهائي كاس مصر. السله خلاص دي يمكن اول بطوله محليه بعد السوبر المصري او اول بطوله ل 2023 هي كاس مصر، اتمنى لهم التوفيق. بعد العيد مباشره البال باسكتبول افريكان ليج مجموعه النيل هتتلعب في مجمع الدكتور حسن مصطفى، هيشارك ست فرق والنادي الاهلي كبطل مصر مشارك باذن الله. اكيد السله عندها برضو لسه الموسم طويل، ولكن الدعم لا يتوقف، وبندعو جماهير النادي الاهلي كالعاده انها تدعم الفرق او تدعم فرقها المختلفه، وده مش غريب على جماهير النادي الاهلي الحقيقه، دايما بنشيد بيها. وزي ما قلنا قبل مباراه، انا كنت يعني في الاهلي في رمضان وكنا بنتكلم ليله مباراه الهلال لو حضراتكم فاكرين، وبنتكلم عن حضور جماهير النادي الاهلي. النهارده جماهير النادي الاهلي لما حضرت مباراه الهلال فتحت نفس، والله زي ما بقول لكم دايما النادي الاهلي هو سباق، سباق في مجلس ادارته، سباق في كوادره وفرقه، ايضا جماهير النادي الاهلي قبل كل ده سباقه. سباقه ان هي دايما بتكون يعني اللاعب رقم واحد. لما النادي الاهلي احتاجها في مباراه الهلال وهي كانت اللاعب رقم واحد، كانت اللاعب رقم واحد في مباراه الهلال، ودت يعني مثال رائع لحضور الجماهير المصريه. النهارده بنتكلم ان شاء الله في مباراه افريقيا القادمه في حضور عدد كبير من الجماهير. يعني جمهور النادي الاهلي النهارده بيقود امال يعني محبي وعشاق كره القدم وعشاق الرياضه بعودتهم للجماهير. النهارده اتحاد السله بدا يسمح تاني بحضور 500 مشجع يعني من كل فريق لاي مباراه. واحده واحده الدنيا بترجع، كل ما انت في الملعب هتدي مثال كبير للالتزام اكيد الجماهير هترجع، وده اللي احنا عايزينه، الكره للجماهير. نرجع تاني المدرجات تتملي، نرجع تاني اللاعب رقم واحد. النادي الاهلي بيلعب الفتره اللي فاتت من غير لاعب مهم الا وهو جمهوره، يعني مش دايما بيكون متواجد بالكثافه ولا بالعدد الكبير. حتى مباراه الدوري في بيراميدز جمهور النادي الاهلي ضرب مثال للالتزام. النهارده ان شاء الله باذنك يا رب في كل الالعاب لو جماهير النادي الاهلي موجوده هتلاقي روح مختلفه تمام. امبارح كاميرا الابطال او كاميرا قناه النادي الاهلي كانت موجوده الحقيقه في تتويج امبارح او مباراه النهائي الاهلي وسبورتنج في كره اليد. صورنا تقرير وسجلنا مع اللاعبين، الحقيقه كان من ضمن اللعيبه اللي احنا سجلنا معاهم عبد الرحمن حميد حارس مرمى النادي الاهلي اللي اصيب بقطع في الرباط الصليبي في مباراه الزمالك في قبل نهائي الكاس، والحقيقه ان احنا بنتمنى له من هنا كل الشفاء. يعني الحقيقه قبل ما نطلع على الهواء انا طبعا وافراد الاعداد وكل يعني طاقم البرنامج كنا بنتمنى لهذا اللاعب الشفاء. اللاعب ده حقيقه يعني من اكثر اللعيبه التزاما وروحا وحبا للنادي الاهلي، وطبعا يعني ده كتب معالي الوزير العام فاروق نائب رئيس النادي، حتى كتب على صفحته الرسميه يعني كلمتين حلوين جدا عن حميد. قال له يعني انت ده يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ويمكن ربنا عايزك تشوف قد ايه حب الناس او حبك في قلوب الناس قد ايه. فالحقيقه احنا بنتمنى لك كل الشفاء، ان شاء الله ترجع احسن من الاول. انت لعيب مقاتل وفايتر وسنك لسه صغير، ان شاء الله ده قدر، واحنا الحمد لله مؤمنين بالقدر في كل الاحوال، اكيد ده خير ليك. امبارح شفنا الروح بقى الجميله حميد يعني بيأيد كل فرقته وموجود امبارح بالرغم ان هو مش قادر يمشي. يعني شفتوا معلش اللقطات اللي انا كنت قلت اعلق عليها، كان موجود في التتويج مش قادر يمشي، وكان يعني بشكل او باخر عايز يأزر فرقته عشان حتى يديها روح. والمكسب ما بيجيش غير بكده، بيجي بروح عاليه جدا. حتى المصاب موجود، لاشين امبارح كان مصاب وموجود، كل اللاعبين كانوا موجودين عشان يدعم فرقته. انا ما بلعبش، ولكن هدفنا الاكبر هو اسعاد الجماهير، وعشان كده والله انا كان عندي ثقه ان هذا الفريق ان شاء الله هيعود لمنصات التتويج وبقوه. خلي بالكم احنا عندنا ميزه كبيره جدا، الفريق ده صغير في السن، وده الطريق اللي خده النادي الاهلي منذ البدايه. النادي الاهلي كان سهل جدا نعمل فريق من النجوم،
النادي الاهلي يملك القدره الماديه ويملك القدره التفاوضيه ويملك قدرات كبيره جدا هائله، يستطيع ان هو يبني فريق، اي لاعب يظهر في اي حته او اي لاعب مميز يقدر يجيبه، لكن النادي الاهلي اختار من ايام كابتن طارق محروس واللي كان بينفذ سياده النادي الاهلي انه يبني فريق شاب، وهو ده اللي الطريق الصعب اللي خده النادي الاهلي. والنهارده النادي الاهلي تحمل الكثير، تحمل اخفاقات كثيره، ومع ذلك واحنا ماشيين بنعد هذا الفريق في النادي الاهلي كان النادي الاهلي بيحصل بطولات، ابطال الكؤوس، السوبر الافريقي، يعني كاس مصر، كان ماشي الفريق ما بيطلعش موسم نادر، يعني لما طلع موسم انا افتكر طبعا حصل ده بس قليل انه يطلع موسم صفري، ولكن وانت بتبني فريق وبتاخد بطولات دي كانت صعبه جدا. فالنادي الاهلي اختار الطريق الصعب، وبناء عليه النادي الاهلي النهارده بيجني ثمار تخطيطه وثمار مثابرته على هذا الفريق. وفريقنا شاب صغير، وهاب سعيد، عندك الاجوان، عندك كل الفرقه صغيره في السن، ان شاء الله المستقبل ليها لسبع ثمان سنوات، وخليكم فاكرين كلمتي ان شاء الله. خلينا نروح نشوف كاميرا الابطال. امبارح كانت في صاله شباب الرياضه ب 6 اكتوبر، صورت مع عبد الرحمن حميد وياسر سيف ومحمد لاشين وسيف هاني فوكس، نشوف قالوا ايه وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله ده تعب سنه كامله، بدانا موسم بدري، خدنا قدرنا ناخد من اسبوع الحمد لله الدوري، وخدنا دلوقتي الكاس اهو، فربنا كرمنا الحمد لله ان احنا يعني خدنا بطولتين لاول مره من 2014. وبرضو بكلمك على الاصابه، الحمد لله يعني ده نصيب، وان شاء الله ربنا يكرم بقى وارجع احسن ان شاء الله. وصل لي طبعا تعاطف الجماهير كلها معايا ورسائلهم وكل حاجه، دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي، تساعدني ان انا ان شاء الله يعني ارجع احسن او اتحمس ان انا ارجع. وبس بشكر كل الجماهير ان هم وقفوا جنبي، والحمد لله ان احنا قدرنا نكسب بطولتين. يعني الحمد لله بطوله كاس مصر كانت غايبه عننا السنه اللي فاتت، خرجنا من دور الثمانيه من فريق سبورتنج، برضو كان تحدي لينا ان احنا نكسب البطوله دي، بطوله غابت عن الفرقه سنه، فدي ما كانتش حاجه طبيعيه بالنسبه لنا. كمان الدوري كان نفس الموضوع، كان غايب بقاله اربع سنين، فكان تحدي للجيل ده ان هو يقدر يرجع وياخد بطولتين في نفس السنه. الانجاز ده اصلا ما حصلش برضو من 10 سنين، فده كان انجاز شخصي للجيل، وكنا عايزين حاجه نرجعها للنادي الثاني وتبقى حاجه لينا وللنادي. يعني طبعا تحدي اكبر ان احنا داخلين على بطوله السوبر الافريقي وافريقيا في النادي الاهلي، دفع كبير لي ان هي على ارضنا وسط جماهيرنا، احنا مستنيين طبعا الحافز الجماهيري الكبير جدا اللي هيمصر ان شاء الله. نوعي الجماهير ان احنا نبذل اقصى حاجه عندنا ان احنا ان شاء الله نقدر نتوج ببطولتين، وربنا يكرم ان شاء الله. الله يبارك فيكي، شكرا جدا، بس البطولتين دول غاليين علينا جدا، خصوصا ان احنا بقى لنا حبه ما توجناش بيها، واحنا كجيل صاعد بقى لنا حبه ما طلعنا على موسم وحش السنه اللي فاتت، فكنا عايزين نثبت للنادي الاهلي ان احنا شباب وفينا ثقه وقد الثقه ان شاء الله. البطولتين الصراحه الدوري كان اغلى من الكاس، لان الدوري بقاله اربع سنين غايب، الكاس بقاله سنتين بس غايب، بس فالحمد لله يعني، والفرقه كلها ما قصرتش ومفيش واحد قصر من اول واحد لاصغر واحد يعني. طبعا ولسه ان شاء الله السوبر الافريقي اللي هتلعب عندنا وكاس الكؤوس ان شاء الله يعني، بنوعد يعني الجماهير ان شاء الله والنادي الاهلي كله ان احنا هنعمل مفاجاه يعني ان شاء الله. عملنا ماتشات حلوه طبعا، بنستعد للبطولتين دول من اول الموسم، وكان هم يعني هدفنا قبل طبعا بطوله افريقيا عشان في بطولات مهمه، بس احنا كان هدفنا دلوقتي نكسب الدوري وبعد كده الكاس. حتى مثلا قبل ماتش الكاس ما كناش بنفكر في بطوله افريقيا، كان هدفنا الوحيد ان احنا نكسب البطوله، بعد كده نفكر في اللي جاي ان شاء الله. طبعا الحمد لله بدات تاهيل اهو دلوقتي، بقى لي اكتر من شهرين، فان شاء الله يعني مع بدايه الموسم الجديد في بدايه التاهيل وكده هنضمن الفريق. مرارت الهزيمه في الوقت ان انت كنت يعني بتبقى الافضل، يعني انا يعني اتذكر لان انا كنت يعني بشوف الماتشات بشكل دايم، مباراتنا مع الزمالك او مباراتنا مع المنافس التقليدي الفترات اللي فاتت دي كلها كان دايما بتخلص اخر دقيقه، اخر 30 ثانيه بتخسر، برغم ان انت بتبقى اغلب المباريات، مش هقول كلها، اغلب المباريات انت الافضل طول الماتش، وبتخسر اخر ثانيتين ثلاثه، اخر دقيقه، اخر 30 ثانيه، لان كان بيغيب عنك الخبرات. اللعيبه كانت محتاجه ماتشات كتير، محتاجه تلعب مع بعضها كتير، لان الفرقه صغيره، فكنا احنا دايما نقول معلش، وكنا نقول ان الفريق ده لما ياخد الخبرات محدش هيقف قدامه. وعايز اقول لكم انه واضح من اداره النادي الاهلي ان مش يعني مش عند هذا الانجاز وهنقف، انا رايي كده او اللي انا شايفه كده. النادي الاهلي النهارده وعلى راسه الكابتن محمود الخطيب باصص للفريق ده انه يفضل يعني مش عايز اقول يعني يبقى متقدم او يبقى دايما يعني فارق السنوات القادمه. ده باين من التخطيط، باين من الاستعدادات، باين من الرؤيه اللي جايه، ان احنا عايزين لسه الفريق ده لسه محتاج تدعيمات في وقت في استقرار فني، يعني مستر ديفيد ديفيدز بعد هذا الموسم مستمر كمان موسمين. فالنادي الاهلي النهارده بيوفر استقرار فني لكل فرقه. النهارده مستر اجوستي بوش
راجل يعني دي السنة التالتة اللي مع الفريق، والراجل موجود وفي استقرار فني وباني خطة 3-4 سنين قدام للنادي. مستر ديفيد ديفيز نفس الكلام، ويبدو أن المدرسة الأسبانية قلنا الكلام ده قبل كده مناسبة كبير، مناسبة بشكل كبير لطبيعة اللاعب وسيكولوجية اللاعب المصري. احنا يمكن شعوب بحر أبيض المتوسط فتقريبا متشابهين جدا في الطباع، فبتلاقي سهل جدا انه يتعامل مع اللاعبين. نفس الكلام بالنسبه لكره الطائره، كابتن محمد مصالح ميدو 5-6 سنين بيقود هذا الفريق، ففي استابيليتي فني بشكل كبير. لو رحنا على فرق السيدات يعني برضو بنسبه كبيره ايضا كابتن حمدي الصافي في الطائره، كابتن طارق خيري النهارده الموسم الثاني ليه، يمكن كره اليد حصل تغيير السنه اللي فاتت، كابتن محمد عادل زولا اللي جه ومسك الفريق في نهايه الموسم او بدايه الموسم ده، وطبعا هتوفر له اكيد كل شيء ده بيتوفر له بالفعل كل شيء، فهيبقى في استقرار ايضا الفتره الجايه فريق كره اليد. يعني قصدي سيدات، قصدي اقول لكم انه النادي الاهلي النهارده بيدور على الاستقرار الفني، ما بقاش بيتعاقد مع مدير فني عشان يقول له تعالى 6 شهور ويمشي، لا بيجيب بيبحث كويس بيختار مدير فني جيد، انت معانا 3-4 سنين وندعمك بكل شيء. النادي الاهلي كمان انا عايز اتكلم كتير عن اسباب المكسب والله، لانه ده وقت ان احنا نفرح ووقت ان احنا نتكلم. النادي الاهلي يعني ما فيش كلام كتير لا من إدارة النادي الأهلي ولا من النشاط الرياضي ولا الشغل بيبان في الملعب، الدعم بيبان في الملعب. بالمناسبة المباراة اللي قبلينا سموحة وطلاع الجيش، زملائي الأعزاء بيبلغوني النتيجة 2-2، فإذا هنروح على شوط خامس من 15 نقطة، يبقى يعني أتصور إن المباراة هتتلعب 11:30، في تأخير نص ساعة على الأقل من لم يكن 3/4 ساعة، لأن هو الماتش الشوط ده هيخلص قول مثلا وربع، هنبتدي 12:15، المباراه هتتاخر بشكل كبير، مباراه الاهلي والزمالك، وكده ممكن تبقى سهره ان شاء الله رمضانيه حتى السحور معانا باذن الله. يعني قصدي اقول لحضراتكم انه المكسب ما بيجيش من نتيجه فراغ او من نتيجه يعني لا، بيجي من نتيجه جهد وعرق وشغل. الحقيقه النهارده الفريق خد بطولتين، عنده بطولتين مهمين، بس عايز ارجع بفلاش باك. النادي الاهلي من حوالي 4-5 شهور مضى عقود استضافه ابطال الكؤوس والسوبر الافريقي في الوقت اللي الفريق كان في عز اخفاقاته. يعني كان في عز اخفاقاته وكان في هزه جديده جدا في الفريق، لو تفتكروا الفتره دي بعد تولي مستر ديفيد ديفيز بفتره بسيطه، ولكن النادي الاهلي دول عمره طالما شغال صح عندي ثقه. طالما شغال صح والدنيا تمام انا عندي ثقه ان شاء الله هوصل. فالنهارده النادي الاهلي في الوقت ده، خلي بالكم حطوا ده 100 خط، احنا نرجع بس احنا دلوقتي نقدر نقول الكلام ده، انما وقتها لو كنا قلنا الكلام ده هنا كنت هتقولوا انتوا بتتكلموا كده عشان انتوا قناه النادي الاهلي، لا انا بتكلمك اهو بعد ما تم كل شيء، والنادي الاهلي هو بطل الكاس والسوبر المحلي. في هذا الوقت تم التوقيع مع مستر منصور اريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد، واللي جه وشرفنا هنا في النادي الاهلي ومضى يعني على العقود، وكان موجود كابتن محمود الخطيب، ومضينا العقود في الوقت لا لسه الفريق بطل مصر ولا بطل الكاس. وثقة كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة والنشاط الرياضي في هذا الفريق كانت باينة، لأن بفضل الله الناس شغالة كويس والمتابعة للفريق شايفين أن هم بيبذلوا مجهود. فإذا التحضير للبطولتين دول ما جاش النهاردة، ده جاي نتيجة ثقة وجهد من 4-5 شهور، وكمان بداية الموسم. خلي بالكم برضو مش هتكلم برضو على مستر ديفيد ديفيز، ولكن من قبليه كمان وبدا التخطيط ده، بس انا بتكلم على ايه، ان وقت ما انت تعاقدت على تنظيم البطولتين دول في ملعبك كنت ممكن تلاقي ايه يقول لك يقول لك يا باشا انا تمام، انا خليني لا ما اخدش انا البطولتين دول لما اكون انا راكب الدنيا، او زي ما يقول انا بطل مصر اجيب الفرقتين دول. فطبعا كان 29 كان 19 1 9 1 انا اسف، يعني قصدي اقول لكم انه الفريق ما كانش لسه بطل مصر، فاذا في رؤيه طالما انا شغال صح يبقى الدنيا تمشي بشكل جيد. نفس الحال في السله، نفس الحال في الطايره، لما بيلاقي هزه النادي في فرقه بيخش يدعمها بقوه، بيخش يشوف احتياجات الفريق ايه ويدعمه. النهارده زي ما حضراتكم شايفين حتى اعلانات النادي الاهلي الجديده مع الشركاء الجدد في كل مكان، مش كره بس، وده اللي قاله كابتن محمود الخطيب في اكتر من مناسبه في مراسم توقيع او توقيع العقود مع الشركاء الجدد للنادي الاهلي، ان هنا النادي الاهلي ما قالش كره بس. كابتن محمود الخطيب في اول كلماته دايما، اول كلمته دايما بيقول لك احنا بنرعى 19 لعبه. النادي كابتن محمود الخطيب داخل الاجتماع او داخل زي ما بيقولوا مراسم التوقيع او الاتفاقيات، واخد معاه ال 19 لعبه،
مش كوره بس. فالنهارده حتى الاعلانات اللي موجوده في كل حته في الشوارع حضراتكم شايفينها مش ابطال الكوره بس، طبعا نجومنا ونجوم الكوره دول هم يعني الكوره هي طبعا معشوقه الجماهير، ولكن النادي الاهلي النهارده العابه الجماعيه كل نجومه في العاب الجماعيه معروفين، وحتى الالعاب الفرديه تنس الطاوله السباحه كل نجومنا النهارده معروفين، وحتى تفوق النادي الاهلي ما بقاش في كره القدم بس، النادي الاهلي النهارده تفوقه في كل الالعاب. فاللي قصدي اقوله ايه، ان حتى ايمان مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب ومعالي الوزير عامر فاروق المجلس بالكامل ايمانهم بالالعاب الاخرى في الوقت اللي كابتن محمود الخطيب اسطوره كره قدم، ولكن ايمانه بالالعاب الاخرى سواء رجال او سيدات يعني شايل همهم، املهم، طموحاتهم، اعدادهم، بطولاتهم، لا يقل ابدا الاهتمام عن الاهتمام بكره القدم. اي فرقه بيحصل لها ازمه بيخش على طول المجلس يدعمها ويقف على رجليها، طب ايه المشكله، ايه الفنيه، طب هات، طب لعيبه تعاقد، طب معسكرات ادي، طب استقرار، طب ماشي، طب ايه الوضع، انتوا عايزين ايه، بيخش دعم على طول، دعم بشكل كبير عشان يوصل في الاخر ل يعني النتيجه المرجوه لجماهير النادي الاهلي الا وهي الفوز بالبطولات. طبعا احنا يعني كان لازم نتكلم ده في البدايه قبل، واللي ساعدنا الحقيقه هو تاخير المباراه، ان كان عندنا الحقيقه كلام كبير جدا محتاجين نشاركه مع جماهير النادي الاهلي عن بطولة الدوري والكأس كرة اليد عبر طبعا شاشته أو شاشة قناة النادي الأهلي مع جماهير النادي الأهلي. نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين عشان أستقبل ضيفي أو ينطلق خلاص الاستوديو التحليلي لمباراة النهاردة، مباراة القمة الأهلي والزمالك في كرة الطائرة رجال، مباراة رقم واحد في سلسلة بيست أوف ثري لفاينل أو نهائي دوري الكرة الطائرة رجال لهذا الموسم، وضيفي طبعا كابتن محمود رؤوف نجم الفريق السابق واللي اعتزل يمكن من سنتين بس يعني او سنه ونص، فاكيد عنده اخبار كتيره، عنده كلام كتير عن الفريق هنتكلم فيه الاستوديو التحليلي ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ونفكر حضراتكم ان شاء الله بعد نصف ساعه ويمكن اكثر بحاجه بسيطه عشان المباراه اللي قبلنا سموحه وطلائع الجيش، هننقل لحضراتكم على الهواء مباشره او اولى مباريات سلسله نهائي كره الطائره رجال الاهلي والزمالك، مباراه طبعا يعني مهمه جدا لكلا الفريقين. قبل ما نروح طبعا لتغطيات المباراه فنيا ونتمنى كل التوفيق طبعا اكيد للنادي الاهلي، برحب بضيفي اللي منورني في الاستوديو التحليلي الكابتن محمود رؤوف نجم النادي الاهلي السابق وكابتنه واحد افضل اللاعبين اللي جم في النادي الاهلي لكره الطائره. اهلا بيك يا كابتن محمود. اهلا بيك يا كابتن عايز، منورنا وليك وحش. بنورك ربنا يخليك، والله انا مبسوط جدا طبعا ان انا متواجد في الاستوديو النهارده معاك، ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا ودي خطوه الاولى في الدوري وان شاء الله ربنا يتم على خير يعني ان شاء الله. كابتن، يمكن الفريق السنه دي خد بطولات مهمه، يعني كان السوبر طبعا مرورا بالبطوله كلها الدور التمهيدي يعني بدايه بيها، مرورا ببطوله السوبر المحلي اللي فزنا فيه على نادي الزمالك 3-0 ولعبنا نادي الزمالك 5 لقاءات، وبعد كده بطوله عربيه، وما ادراك ما بطوله عربيه، كانت مباراه قويه جدا. فالفريق الحقيقه عدى باختبارات هذا الموسم كثيرة. شايف فرقتنا السنة دي ازاي بشكل عام؟ فرقتنا أفضل من السنوات اللي فاتت وليه؟ طبعا الحتة دي فعلا باينة جدا في النادي السنة دي في فرقة الأهلي، في درس يعني كان مستفاد من السنة اللي فاتت، كان في بعض الإخفاقات. الفرقة من أول يوم في السنة باين جدا الحمد لله التركيز يعني في كل اللاعبين في كل المراكز، عدينا فعلا بطولات، بطولة السوبر دي كانت بطولة مهمة جدا، أول بطولة في الموسم. اللي هو بقى زي مصالحة للجماهير وكده، الفريق كان بيلعب، كان باين جدا الروح، باين جدا التركيز الفني في الفرقة في جميع المهارات. ما افتكرش ان المباراة حتى كانت يعني متقاربة في المستوى، الأهلي كان باين جدا ان هو عنده رغبة في الفوز، دي حاجة مهمة جدا. الرسالة بتوجهها لكل المنافسين من أول بطولة في الموسم، ان انت لا انت جاي يعني هدفك الرئيسي التعويض اللي فات والفوز بكل البطولات الممكنة السنة دي يعني. بعد كده البطوله العربيه طبعا جت، انت عارف البطوله العربيه معظم الفرق العربيه بتيجي بمحترفين، دي سياسه عامه في الفرق العربيه يعني، ورغم كده النادي الاهلي برده كان متفوق من يعني من الدور الاول لكل المباريات. المباراه النهائيه كانت يعني عايز اقول سيمفونيه من النادي الاهلي فعلا، كانت يعني من اعلى المستويات اللي شفناها للفرقه في اخر كذا سنه، فده كان تاكيد مره ثانيه ان لا فعلا السنه دي الوضع مختلف، الفرقه عايزه السنه دي يعني تعوض كل اللي فات وده يعني باين جدا. تكملا بقى الكاس الحمد لله احنا ماشيين كويس، وصلنا نهائي الكاس الدوري النهارده اهو بنلعب المباراه النهائيه، واعتقد ان شاء الله فرقتنا جاهزه للمباراه. فلا انا ان شاء الله اتوقع ان شاء الله السنه دي الموسم هيبقى مختلف تماما، 5 من 5 ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب هروح على النادي الاهلي بدايه من بناء الفريق. النهارده فرقتنا الحمد لله بفضل الله عندنا اكتر من لاعب في نفس المركز، الثلاثات يعني الحمد لله باستثناء عيب وربنا يشفيه ويرجع بالسلامه،
التلاتات بتوعنا الحمد لله افضل تلاتات في مصر بل في افريقيا. عندك الضريبه، عندك الليبروهات، احنا النهارده يعني جارسيا المحترف الليبرو اللي في النادي الاهلي، يعني قصدي اقول ان احنا عندنا في كل المراكز لاعب واثنين وثلاثه. شايف ده يعني احد اسباب تفوق النادي الاهلي النهارده ما عندوش مشكله مين غاب مين موجود مين متوفق، لانه عنده قماشه عريضه بيقدر يختار منها الفريق. شايف ده احد ابرز النقط اللي احنا متميزين فيها؟ طبعا يعني النقطه اللي حضرتك اكدت عليها ان وارد جدا في اي مباراه ان يبقى في لعيب مش موفق في مركز معين. لما بيكون السكواد متكامل في كل المراكز، عندك بديل واثنين وثلاثه، ومش بس بديل، يعني انت عندك بديل وظيفي، يعني ممكن مثلا في مركز اربعه في لعيب مميز اكتر في الدفاع والاستقبال في وقت معين بتحتاجه، في لعيب تاني مميز جدا في الضرب. فلا الاهلي عنده دلوقتي اختيارات في كل المراكز، في كل المراكز تنوع وظيفي. الله، حلوه جدا الكلمه انت قلتها دي. بالظبط، يعني مركز واحد بس تلاقي فيه مش شكل بعض. بالظبط كده، بتقدر توظف اللي انت عاوزه في المركز عددي ووظيفي كمان. ده اجمل حاجه في فريق الاهلي دلوقتي، ان فعلا يعني في كل المراكز عندك المميزين في مثلا في الضرب جدا، مميزين في الاستقبال جدا مثلا في اربعات، حتى في مراكز ثلاثة في ناس مميزين جدا في الضرب وناس اكتر في حائط الصد. فعندك يعني زي ما بيقولوا ايه، خليط في السكواد بتاعك بيسمح المدرب يقدر يعالج بسرعه، يقدر يعني في مشكله معينه في الفرقه جوه المباراه يقدر يعالجها بتدخلات معينه جوه الفرقه. وكابتن ميدو كمان زود الموضوع السنه دي، الروتيشن كان عالي جدا السنه دي فعلا. يعني احنا السنه دي على مدار بطوله الدوري البطوله العربيه في كل البطولات اللي اشتركنا فيها مش تشكيل ثابت. بالظبط كده، اكيد عندنا طبعا الى حد ما تشكيل ثابت الفرقه طبعا، بس كان في اشتراك كتير جدا لمعظم الفرقه، ما فيش حد بعيد عن المشاركه كفورما يعني. وده بيسمح لنا ان شاء الله، يعني احنا داخلين ان شاء الله مطمنين، لو في لا قدر الله لعيب مش موفق لا عندنا بديل، وعندنا بديل واثنين وثلاثه في كل المراكز. فده ان شاء الله يعني نقطه قوه جامده جدا للنادي الاهلي، واعتقد ان شاء الله هي دي اللي هتخلينا دايما نتفوق على اي خصم يعني هنلعبه. طب رؤوف، يمكن من احد مميزات نادي الزمالك، هنروح بقى نادي الزمالك نتكلم عنه كوضع طبيعي لمباراه النهارده. نادي الزمالك من اهم اسلحته هو الضغط بالارسال، وهو عارف كويس قوي انه لو ما حصلش ده النتائج ممكن تبقى قاسيه شويه، او يبقى يعني الـ 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 يعني الحمد لله فرقتنا افضل، بس برضو ارسالات نادي الزمالك او الضغط بالارسال بتعمل لنا ازعاج طبعا. شايف ده النهارده ازاي بالرغم، وده كان من احد اسباب كابتن محمد مصطفى حميدو النهارده يتعاقد مع يندر الكوبي الليبرو عشان يعلي الاستقبال، حتى لويجي استقباله عالي. فهو كابتن محمد مصطفى حميدو عارف ده من الاول، ان احد اسلحه نادي الزمالك ملهاش حل تاني، لعبه وكل اللعيبه هناك بتلعب ارسال كويس طبعا. ومهدي، مهدي ارسالاته قويه جدا. شايف النهارده السلاح ده زي وردة هيكل، انا يعني مش عايز انسى حد في نادي الزمالك، ولكن كلهم بيلعبوا ارسال كويس. شايف النهارده النقطه دي نقدر نتغلب عليها ازاي؟ طبعا السلاح الارسال ده في الكره الطايره الحديثه، السلاح الارسال بوجه عام بقى مهم جدا في المكسب، لان انت بتبوظ بالتشكيلات الهجوميه بتاعت الفرق الثانيه، بتخلي المعد يعني عند النادي الاهلي عنده احسن معدين في مصر عبد الله وحسام. ازاي اقدر ان انا يعني اتغلب عن الميزه اللي في النادي الاهلي، ان انا احاول ابوظ الكره الاولانيه الاستقبال، بحيث ان المعد ما يبقاش على راحته، مش قادر يشكل التشكيلات الهجوميه المناسبه يعني. طبعا التمرينات دي مهمه جدا. النادي الاهلي يعني انا متاكد طبعا ان انا كنت لغايه فتره قريبه جدا جوه الفريق، بس برضه انتوا لغايه وقت قريب كنتوا بتمرنوا على الكلام ده. كابتن ميدو بيركز جدا على التمرينات اللي هي بنقول المهاريه، يعني في تمرينات كامله بتبقى بالساعه والساعتين، وحده تدريبيه كامله للمستقبلين لتعليه المهاره جدا للاستقبال، لان دي الاستقبال ده هو يعني هو الخطوه الاولانيه في بناء الهجمه. فهو بالنسبه له الاستقبال مهم جدا، زي ما حضرتك قلت ان احنا برضو زودنا بالمحترف جارسيا، ان هو معانا دلوقتي المحترف الكوبي، برضو معانا رمضان مميز جدا في الاستقبال بالذات السيرف السبايك. وكمان انا شايف ان السنه دي يعني احمد سعيد عامل فورمه كويسه جدا في الاستقبال، احمد سعيد برضو صحيح فاجئنا السنه دي احمد سعيد بصراحه. بالظبط الاستقبال، وعندك اسلحه كمان اللي هي مثلا محمد سوري عبد الرحمن الحسيني، ده مميز جدا في الاستقبال. فعندك حلول ان لو لقيت ان الزمالك فايق في الارسال لازم طبعا تشكيلاتنا اللي بندافع بيها تبقى رايحه اكتر اللعيبه المميزه في الاستقبال وكده. فاعتقد ان اكيد كابتن ميدو محضر السيناريوهات، ممرن الفرقه كويس جدا على مهاره الاستقبال، ولان دي مباراه نهائيه مهمه جدا الاستقبال فيها، وزائد ان في بعض السيناريوهات اكيد لعيب واحد ولعيب اثنين جاهزين لاي مواقف يعني طارئه جوه المباراه، وده مين اللي يعني طبعا الطريقه اللي احنا هنبقى دايما مستعدين بيها للسيرف التقيل بتاع نادي الزمالك يعني. اللي هو طبعا مين اللي رضا هيكل سيرفه كويس جدا، محمد المهدي اللي هو موقه سيرفه ممتاز، عندهم برده سيرفات فلوتر كويسه اللي هو الجون،
وعندهم رشاد، فهم عندهم لا طبعا سيرفات نادي الزمالك تقيله ومحتاجه تركيز من فريقها دايما. انا حتى الماتشات احنا تابعنا 5 مباريات السنه دي مع الاهلي والزمالك. الزمالك لما بيتوفق في ارسالاته بتحس ان الجيم ممكن يبقى في جيم او اتنين شادين. لما بيكون الارسالات احنا موافقين في استقبالها، لا احنا بنعمل اللي احنا عايزينه بصراحه. انا بتكلم كبولي بول يعني. فهي دي النقطه اللي دايما حتى واحنا بنتفرج عليها كنا بنقول يا رب نبقى موافقين في الاستقبال النهارده. فدي اول نقطه زي ما انت بتقول عليها ان شاء الله. طيب نعكس الوضع، احنا عندنا سوبرز في الارسالات، عبد الله عبد السلام، عندك احمد صلاح، سعيد، دوله. دول ارسالاته برغم ان هو ثلاثيه ولكن ارسالاته ثقيله جدا. انا ما بقاش عارف كلها فين، لا الكوره بتلف، ارسالات موجهه بتبقى ثقيله جدا بتاعت دوله. احنا ارسالاتنا لما بنكون بقى متوفقين احنا في الارسالات، لا احنا بنبقى في حته ثانيه. شايف السلاح ده النهارده مهم ازاي؟ احنا طبعا حائط الصد في الاهلي هو اقوى ميزه في النادي الاهلي. عندنا اطوال عاليه جدا، عندنا بلوكاتنا عاليه جدا، فانت بتبتدي الخطوه الاولانيه بالارسال لازم. صحيح. ليه؟ عشان تصعب التشكيلات الهجوميه بتاعت نادي الزمالك. طب انت الارسال تحب توديه على فين لو انت في الملعب يا كابتن رؤوف؟ طبعا بيعتمد على يعني الارسال السبايك معظمه بيبقى اهم حاجه في القوه والدقه وان هو يروح جوه الملعب. طبعا. بقوه عاليه جدا. مش لازم توجيهه قوي لان توجيه قوي. بيبقى قوي جدا ايا كان اللي هيستقبله، بس بيروح له قوي، بيروح له قوي جدا. طيب. بالنسبه بقى لسيرات الفلوتر اللي هو عادل عبد الرحمن سعودي، السيرات الموجهه للفلوتر دي تبقى مهمه جدا بقى بناء على الخطه. يعني انا مثلا عندي اقوى ضارب في نادي الزمالك في لعيبه 4 مثلا لعبه ماشي. فانا مش عايزه يضرب الكره دي، العب عليه ابتدي اوجه له رساله الفلوتر بطريقه معينه بحيث ان انا اشغله بمهاره الاستقبال واحمل عليه عشان يعني ابعده عن اللعب، ابعده او اقلل قدرته الهجوميه. فطبعا توجيه الارسالات مهمه جدا في اول مباراه، اكيد لازم يبقى فيه الريسك بيقل شويه في اول مباراه نقلل اخطائنا. السيرف لازم يروح بنقول 70%. طب هسالك انت لو ضغطت بالارسال بتروح منك 3 4 نقط في الشبكه، وده وضع طبيعي جدا طبعا. لان انت بيبقى فيه ريسك، نو ريسك نو جين، يعني انت مش هتاخد جيم من غير ريسك. شايف ان احنا عادي نتحمل خسران 3 4 نقاط في الشوط؟ انت لو ما خسرتهمش تبقى انت موفق، لما في الطبيعي بتخسرهم كورتين ثلاثة بيجوا في الشبكة نتيجة الضغط بالإرسال. شايف احنا نقدر نتحمل خسارة نقطتين ثلاثة كل جيم مقابل ان احنا نفضل ضاغطين بالإرسال؟ طبعا لو نقطتين ثلاثة يعني ده رينج طبيعي في المتوسط كويس. وكمان الريسك لازم يتوزع لان اللعيب يعني فرص ضياع السيرف السبايك اعلى شويه من السيرف الموجه الفلوتر. فالمفروض انت بتدي حريه اكتر للسيرفات اللي زي عبد الله وزي صلاح وزي سعيد، لان يعني دول بيلعبوا سيرفات سبايك، فنسبه الاخطاء بتبقى اعلى شويه لان سبايك لكن فالفلوتر بيبقى نسبه الريسك لازم يقل شويه على الاقل في اول مباراه لغايه ما يبقى في ثبات في ونبتدي السكور يزيد لصالح النادي الاهلي. بيبقى الريسك متوزع، يعني ممكن احمد وعبد الله ياخدوا ريسك عالي قوي، ممكن مثلا دولا وبودي يقللوا الريسك شويه، يقللوا شويه الريسك بالظبط كده عشان نقدر في الاول يبقى في رتم ثابت برده في الارسال، ما فيش ضياع كتير. ولو الاوفر اول بتاع الجيم ضاع مثلا 3 4 سيرفات دي نسبه يعني مش عاليه قوي. حلو جدا، قلت انه يعني انا اتحمل الريسك بس اوزعه. عجبتني دي، حلوه حلوه جدا. يعني انا اتحمل الريسك بتاع صلاح وسعيد وعبد الله عبد السلام بالظبط، بس لما يخش لعيبه تلعب بقى فلوتر او موجه هتعمل في الاخر يعني البالانس ما يبقاش كله داخل على هاي ريسك بالظبط. يبقى لعيبه داخله هاي ريسك ولعيبه داخله ايه 100% الرسالة راح وطبعا عادل. كل ده بالسكور، اللعيب بيبقى طبعا المدرب واللعيبه عينهم على السكور. يعني انا ان شاء الله لو فرقت 4 5 نقط ممكن اخاطر حتى بقى الفلوتر يبتدي يزود الريسك، لان هنا قربوا لا قربوا لا ابتدي لا ارجع تاني للاستراتيجيه. ناس معينه بتخاطر، ناس بتامن السيرف، فطبعا الحاجات دي ترمومتر طبعا مع كابتن ميدو، بيبقى العين اللعيبه على طول مع المدرب وبيوجههم يعني حته الريسك دي او المخاطره يعني. طيب نادي الزمالك بلوكاته مش عاليه، مش زينا الحمد لله. احنا عندنا الثلاثات حتى لما بيضم عليها الطرفين بنبقى معديين، حتى لو عبد الله عبد السلام على الشبكه الله اكبر ايده معديه. فاحنا بلوكاتنا احنا مش قلقانين الحمد لله، حتى لو استقبلوا كويس ورفعوا وضربوا احنا بلوكاتنا لو موفقين ان شاء الله النهارده باذن الله مفيش كوره هتعدي. نادي الزمالك العكس بلوكاته مش عاليه. هل انت لو بتلعب قدام فرقه بلوكاتها مش عاليه كده تحب تلعب على الخطوط ولا تلعب على قلب الملعب؟ يعني تضرب على الخطوط ولا تضرب على قلب الملعب ولا تمشيها ازاي؟ بص هو النقطه الاساسيه هنا بيبقى في دور مهم جدا لصانع الالعاب. في خطه طبعا، في محاضرات الفرقه بتاخدها قبل المباراه، عارفين ده تقولي تحليل كل شيء بالظبط تمام. كل خط في نادي الزمالك ايه اضعف نقطه في حائط الصد فيه، يعني مثلا لو المعد موجود، المعد دايما اقصر لعيب بلوكه ما بيبقاش قوي، فلا يبقى في تركيز على المعد. في نفس الوقت طبعا الفرق يعني في المستويات العاليه
نادي الزمالك بيبقى عنده حلول لان المعد بتاعه قصير. نعم. فبعض الاوقات بيغير المراكز، يلعب اربعه بيروح يطلع بلوك من مركز اتنين عشان يطلع مكان المعد. الحته دي تمام. مثلا الميدل بلوكر او السنتر بلوك بيرمي شويه ناحيه البصير، فهنا بقى دور، هي دي بقى خبره عبد الله وخبره حسام، ان انا لازم طبعا استغل نقط الضعف، لكن في نفس الوقت لازم برضو العب من العمق والعب سريع وسته. احنا مميزين جدا في الضرب بمركز سته النادي الاهلي، الضرب السريع. احمد سعيد معلينا في الحته دي جدا بصراحه. بالظبط. فلازم نوزع اللعب بطريقه مظبوطه بحيث ان في نقط كريتيكال ونقط حساسه انا محتاج ان انا اضمنها بنسبه كبيره، العب على اضعف نقطه في حائط الصد اللي هي في اواخر الجيمات، مثلا لو عندي احمد سعيد مثلا وصاد فتحي. سعيد مميز جدا في الضرب وما شاء الله الجامب عالي، يبقى العب ناحيه فتحي، لكن على مدار الجيم بقى في نص الجيم لازم اوزع اللعب عشان اللعب يبقى مش محفوظ لحوائط الصد. اقدر ان انا، وده دور بقى عبد الله وحسام، ان هم يوجهوا اللعب ويوزعوه بطريقه صح، بحيث ان احنا يبقى دايما لعبنا مش متوقع للخصم، متوقع ومش محفوظ. ومش محفوظ بالظبط. عجبني الرد، يعني انت دايما بتقول لا، هي كل حلول متاحه، اللي بيحدد بقى هو المايسترو صانع الالعاب في الملعب. بالظبط. طب احنا يعني انا بتكلم بقى سبيسيفيك على لعيب لعيب، احنا النهارده اللعب السريع مركز ستة الحمد لله سعيد معروف، هو احسن لعيب في مصر دلوقتي وهو عامل موسم بالمناسبه حلو جدا. ممتاز. يعني سعيد السنه دي انا شايفه افضل لاعب يعني السنه دي في الدوري بامانه، يعني الحق يقال يعني بالحكم بالعين المجرده، وخد افضل لاعب في البطوله العربيه، مش انا اللي بقول كمان ده، يعني الارقام اللي بتقول. النهارده اللعب السريع من الثلاثات عبه كان متفوق فيه جدا، ربنا يشفيه يعني ان شاء الله، وعنده قطع في عضله الباي وعمل عمليه وان شاء الله يرجع بسرعه، نتمنى له كل الشفاء. النهارده سعودي، النهارده عندك دولة، عندك محسن. شايف مين من الثلاثه يتفوق قوي في اللعب السريع اللي دايما بيبقى فيه دويتو؟ يعني دايما بشوف عادل، بس انت طبعا ليك وجهه نظر، تلعبت معاه وعارف مين من الثلاثه اللي عنده السنس بتاع اللعب السريع. اللعب السريع ده بيحط لك الكره على وش الشبكه وانت بتروح خاطفها. مين من الثلاثه النهارده شايف ممكن يتالق في اللعب السريع؟ انا شايف محمد عادل طبعا بيتميز جدا بالضرب السريع. محمد عادل في ميزه كويسه جدا ان هو التايمنج بتاعه كويس جدا مع المعد. صحيح. وكمان ايده سريعه. صحيح. فعادل مميز جدا في الضرب السريع، والسنه دي على فكره عبد الرحمن سعودي عامل موسم من اعلى المواسم اللي انا شفتها له برضه، ما شاء الله صغير بس فعلا السنه دي يعني من انا شايف من اكتر اللعيبه اللي يعني اتقدمت في النادي الاهلي ومستواها عالي جدا، هو سعودي بروميسنج جدا. فاعتقد ان الاثنين ان شاء الله هنقدر نستخدمهم بقوه النهارده، وحتى محسن برده حوادث الصد عنده مميزه وسلاح اكيد مهم جدا بالنسبه لنا جوه المباراه، لو كابتن ميدو احتاج طبعا في بعض الاوقات يستخدم محمد محسن برده هيبقى سلاح مهم. ولكن انا عايز اقول ان عادل، وعادل كمان في ميزه مهمه جدا في عادل، ان عادل بي عشان حته التايمنج اللي انا بقول لحضرتك عليها، مش الطوال دايما بيبقى التايمنج فيه لاج. ميزه عادل الاساسيه ان هو مش لازم الاستقبال يبقى بيرفكت عشان يترفع العادل، يعني عادل دي ميزه حضرتك تاخد بالك منها جوه الماتش. لو الاستقبال على التلت او جوه خط التلت شويه، عبد الله بيقدر يدي العادل، لان عادل عنده تايمنج كويس جدا، بيحافظ على المسافه كويس جدا بينه وبين المعد. فيقدر المعد حتى في الاستقبال المتوسط انه يستخدم السريع. دي ميزه مهمه جدا عند محمد عادل. عصبي حلو بالظبط، اكتر واحد من الطوال عنده توافق عضلي عصبي. والتايمنج مهم جدا. صحيح. ان هو بيخش في الوقت الصح، لان الوقت بيختلف، يعني لما تكون الكوره على الشبكه هتجي لك اسرع من المعد غير لما تكون بعيده، فبعيده هتاخد وقت اطول. صحيح. فالضرب السريع محتاج ان انت تبقى عندك السنس والتايمينج. امتى اخش، امتى هنط، والبصير متاخر رجلي شويه. بالظبط. يعني بيبقى حسب الكوره جالك ازاي. بالظبط. عادل عنده الميزه دي. عادل عنده الميزه دي مهمه جدا. فدي دايما بتساعد المعد ان حتى في الاستقبال المتوسط اقدر برضو السريع داخل معايا، ما بيوقفش السريع، فبيبقى بيزود التشتيت بالنسبه لحوادث صد الفرقه الثانيه. فانا شايف وشايف سعودي بالفورمه بتاعت السنه دي، لا هيبقى دور مؤثر جدا في الضرب السريع. فان شاء الله، لا انا شايف، انا بتمنى طبعا كل الشفاء لعبه وكل شيء، لكن انا متاكد ان شاء الله الرجاله موجوده يعني هتعوض مكانه، وان شاء الله هنتفوق برده في الضرب السريع. طيب خلينا نروح لاحد اللاعبين الحقيقه انا بحبهم جدا، ومش انا كمان بس كمهري النادي الاهلي، هو دخل قلبهم، الحسيني. الحسيني بينزل في اوقات مهمه جدا، يعني الغريب اللعيب الصغير المدربين تحب تنزله في الاول عشان لو غلط نغطي، وانت طبعا كنت لعيب صغير وانا كنت لعيب صغير عارفين الكلام ده، تحب تنزل لعيب صغير في الاول عشان لو غلط نلحق نغلط ما يحسش بالذنب او يعاتب نفسه. ولكن النهارده كابتن محمد مصطفى حميدو بينزل حسيني في اوقات صعبه كتير، في اخر جيم ماشي ايكوال، عايز استقبال، عايز يخلص بشكل كره بشكل، بينزله في اوقات بامانه الله يكون في عونه، والولد الحقيقه بيسد في افريقيا في هنا. شايف دور الحسين ايه؟ شايف كابتن محمد مصطفى حميدو رسم له ايه السنه دي ونجح فيه؟
الحسيني هقربها شويه للجماهير تتفرج اللي هي مش الكره الطايره زي لعيبه الكوره. الكوره فيها لا في لعيب يعني مجتهد جدا وفتنس وكده, وفي لعيب بيبقى موهوب مهريا تالنت في الترقيص في سنه الحياه دي سنه الحياه. الحسيني في الكره الطايره من اللعيبه اللي اتقال عليها لعيب موهوب فعلا. يعني ايه يعني في مهارات الدفاع الاستقبال اللي فيها سنس, هو اصل الكره بتبقى سريعه جدا لازم اللعيب من جسم اللعيب اللي قدامه من عدله ايده بيعرف هو بيعرف يروح ازاي, دي بتبقى موهبه صحيح. فالحسيني عنده الموهبه دي زائد ان هو كمان حتى في المهارات الهجوميه عنده موهبه انه يستخدم التاتش على البلوك عنده, فهو لعيب متكامل طبعا صغير بحكم الخبره لا ممكن يعني يبقى دلوقتي مش من اللعيبه اللي ممكن تكون ما يبتديش المباراه مش اساسي, ولكن ليه دور مهم جدا لان جوه المباراه في اوقات انا عايز ازود فيها مهارات الاستقبال, عايز ديفنس, عايز مهارات في اوقات معينه في كريتيكال تايم يعني في الجيم محتاج ناس زي الحسيني اللي انا متاكد ان هنزله لو جت له كره على الشبكه هيخلصها طبعا مميز جدا في الضرب فانا في اوقات معينه بحتاج اللعيب الكريتيكال. وحتى على فكره في بدايات المباراه يعني لو حضرتك لو تفتكر البطوله العربيه الحسيني تقريبا نازل في النقطه 3 او 4 في الجيم الاول في نهائي البطوله العربيه, وده ماتش تقيل جدا ونهائي بطوله, ونزلوا من النقطه 3 ومن اول المباراه وادى وكان من نجوم المباراه يعني, ويعني كان ليه دور مؤثر جدا في الاستقبال في الديفنس على مدار المباراه. فهي حته الموهبه, حته سرعه رد الفعل عند الحسيني, هو مش طويل القامه قوي بس سريع جدا على الارض في الديفنس ومهارات الارضيه مميز جدا. فلا اكيد ليه دور, وكابتن ميدو يعني انا شايف انه بيستخدمه استخدام مثالي السنه دي في مباريات كتيره جدا في الادوار يعني في قصدي على مدار الدوري اتعمل الروتيشن, ابتدى مباريات كتيره فعنده سنس كمان بدايه المباريات ولازم نقول حمى البدايات عنده صحيح. وفي نفس الوقت نزل في اوقات كريتيكال جدا في ارسال في تغيير انا عايز ارسال سبايك كويس, نزل في اخر المباريات من افريقيا السنه اللي فاتت لعب برده بديل وكان بديل مميز جدا يعني على مدار البطوله. فاعتقد لا الحسيني فعلا لعيب مميز جدا وهو مستقبل النادي الاهلي ابن النادي الاهلي, ويعني من اللعيبه اللي كل الناس في مصر عارفه قد ايه ان شاء الله هو هيبقى من نجوم المستقبل وهيشيل مصر والنادي الاهلي سنين ان شاء الله يعني. طيب اروح للبرو يوندر ورمضان النهارده عليهم دور كبير جدا خاصه زي ما قلنا في البدايه الاستقبال النهارده تقريبا انا شايف انه نص الجيم يعني لو نجحنا في الاستقبال واستقبلنا الكره بشكل جيد هنبني هجمه يعني عندنا كل الادوات اللي نقدر نبني بيها هجمه مؤثره جدا. شايف الليبروهات النهارده ازاي وشايف يوندر وجوده النهارده مع رمضان في الفريق كان ليهم بصمه كبيره, شايف ان اختيار الناس كلها اتكلمت في بدايه الموسم ازاي كابتن محمد مصالح حميدو بيضيع المحترف بتاعه الثاني في ليبرو ومع مرور الوقت اتضح ان له رؤيه طبعا. كلمني عن التجربه دي. تمام طبعا الليبرو يعني حته المحترف ما يبقاش ليبرو او دي طبعا فكر مش يعني مش طبعا مش احترافي قوي في الفولي, لازم تبقى الليبرو يعني الجيل الذهبي المنتخب البرازيل الليبرو بتاعه اللي هو اسمه سيرجيو ده كان من يعني كان في بطولات بياخد فيها الموست فاليبل بلاير اللي هو اهم لعيب في منتخب البرازيل يعني منتخب البرازيل ده مليان لعيبه في كل المراكز, وسيرجيو كان من اهم عناصر المنتخب البرازيلي. الليبرو في الكره الطايره يعني دوره ما يقلش اي شيء عن اللي بيهاجم بيجيب النقطه, واكيد بحكم طبعا اللي بيجيب النقطه اكتر وبيبقى محبوب اكتر للجماهير وشعبيته اكتر, لكن فنيا بقى الناس الفنيه جوه الكره الطايره الليبرو من اهم اللعيبه. انا الليبرو لو مش موجود الليبرو قوي يقدر يريح زمايله, يعني هديك مثال بسيط احمد سعيد مميز جدا جدا في مهاره الضرب, لو ما فيش ليبرو تقيل جنبه يقدر يشيل من عليه الاستقبال ويساعده هيبقى سعيد مشغول الى حد ما بمهاره الاستقبال هقلل انتاجه في الضرب انا فهي الموضوع فنيا ممكن ابقى انا ظهور سعيد العالي جدا السنه دي عشان يندر بسبب يندر ورمضان ان الاثنين عاملين فورمه كويسه جدا السنه دي فمساعدين سعيد شايلين جزء جنبه في الاستقبال بالذات في السيرفات الفلوتر الموجهه بياخدوا جزء اكبر من الملعب بيدوا سعيد حريه اكبر عشان يهاجم فده دور فنيا ممتاز. يعني ممكن سعيد النهارده تالقه كبير جدا ده نتيجه ان انا بشوف حتى بيدوا مساحه ليوندر بيبقى واقف في نص ملعب لوحده بالظبط هيجيب الكوره فالنهارده انا فرغت سعيد لمهمته الاساسيه بالظبط فده اللي خلى سعيد يظهر تحليل 100% صحيح. يعني هو ده يعني عشان كده انا عندي في مراكز في النادي الاهلي احنا عندنا احمد صلاح يعني راجل من احسن الضاربين على مستوى العالم نعم. عبد الله وحسام ما فيش خلاف عليهم يعني انا ما عنديش حاجه ان اجيب لعيب اثنين او مثلا او معد سناتر منتخب يعني سناتر منتخب مصر كلهم في النادي الاهلي اعلى سناتر في افريقيا في اي يعني لما نروح حتى في المستويات الافريقيه
عب وعادل وبودي ومحسن اعلى من اي سنتر حتى لو اجنبي في فريق تاني هنلعبه، سواء في فريق تونسي او الزمالك او اي فرقه. احسن سناتر في افريقيا لعيبه اربعه، احمد سعيد يعني ما شاء الله عليه من افضل لعيبه اربعه اللي موجودين في افريقيا ومن احسن الضاربين على مستوى العالم. انا جايب محترف اجنبي وجبنا اوريدي محترف في اربعه، فهو وانا محتاج ليبرو، محتاج ليبرو يساعد الناس في مهاره الاستقبال، ثقه وديفنس، ومحتاج ليبرو ياخد اكتر، يشيل اكتر من مساحات الملعب عشان يدي سعيد فرصه يفرغه اكتر للضرب. انا شايف ان اختيار كان ممتاز من كابتن ميدو، ويعني ممكن هو اضرب فرقته، هو رهان ورهان ناجح جدا في رايي يعني بنتائج الموسم وبالاداء اللي احنا قدناه. انا شايف ان هو كان رهان من كابتن ميدو انه ممكن يتقبل الانتقادات زي ما ابتدى الموسم ده انتقادات غريبه جدا، والاغلب اللي بينتقدوا مش مختصين في الفولي بول بالظبط. يعني لو في ناس مختصين برضه وانتقدوا يعني، بس مع مرور الوقت لا رؤيته الفنيه كانت وهو كمان يعني شخصيه جارسيا، يعني انت تحسه لما تتفرج عليه هو كانه في الفرقه بقاله سنين. خد على الفرقه جدا قريب، الحاجات دي مهمه جدا طبعا في الفرقه الجماعيه. حتى لما قاعد يهزر ويضحك وبتاع تحس انه داخل وسط الفرقه على بالزبط طول بالظبط. فلا يعني انا شايفه انه كان اختيار ممتاز. رمضان برضو انا يعني رمضان بصراحه نهائي البطوله العربيه كان من اهم اللعيبه فيه لو تفتكر، يعني جارسيا ما كانش موفق شويه في نهائي البطوله العربيه، رمضان نزل وشال، ويعني عندك هي دي الميزه، هي دي الميزه في فرقتنا على مستوى بيشيلوا بعض، دي بتبقى حاجه يعني جميله جدا. بس ارجع واقول تاني على يعني نادي الزمالك، ارجع تاني نادي الزمالك، وده برضو لازم بنحلل احنا الفرقتين طبعا. وماتش الجيش خلص 3-2 للجيش صح؟ الماتش اللي قبلنا خلص لطلائع الجيش 3-2 كده، طلائع الجيش كده 25 دقيقه تسخين، يعني هنبتدي زي ما توقعنا الساعه 12 12 ل 5 12. لا يعني احنا ماتش لا يعني ممكن نخلص على الساعه 2 رمضان بقى رمضان كريم. لا نادي الزمالك برضو الحقيقه النهارده داخل بمعنويات جديده ان هو عايز ياخد بطوله، فالنهارده هيبقى نازل ما عندوش حاجه يخسرها. واوقات كتيره جدا الفرقه اللي بتلعب بالمنتاليتي دي بتبقى بتقاتل لاخر نقطه، لانه ما عندوش حاجه يخسرها. انا النهارده خسرت السوبر، ما دخلتش بطوله عربيه، ادائي طول السنه مهتز. فشايف النهارده الناحيه المعنويه دي دوافع للفرقتين، دوافع النفسيه نادي الاهلي ودوافع النفسيه نادي الزمالك. تمام. بالنسبه للزمالك طبعا الكلام مظبوط ان الزمالك يمكن نتائجه على مدار الموسم السنه دي كان فيها اهتزاز شويه، حتى الاداره الفنيه ما كانش فيها استقرار، يعني كان كابتن الموسم طبعا مع كابتن شريف الشمري وبعد كده كابتن احمد عاشور كمل الموسم، ففي بعض الاهتزاز الفني عند نادي الزمالك. ولكن ما ننساش ان الزمالك جاب محترف، يعني الفرقه اللي احنا يعني احنا لعبنا الخمس ماتشات مع نادي الزمالك السنه دي ما كانش عندهم المحترف، السنه دي زودوا فرقتهم بلعيب محترف. غير ان نادي الزمالك دايما اللعيبه اصغر شويه في الخبرات من نادي الاهلي عمرا، ولكن طبعا بدايه المباراه مهمه جدا. انت لو انت خبرتك اعلى من اللي قدامك او في فرق يعني فني او زي متوقع ان انت تبقى انت اللي راكب الماتش وتكسبه، بيبقى الموضوع في ايدك انت، الموضوع المعنوي لازم من اول دقيقه في الماتش اصرار وتبين للي قدامك ان لا في فرق وان انا مش هسمح لك انك تخش المباراه. دي حته مهمه جدا، الستارت مهم جدا، الستارت مهم جدا. انت الزمالك لا عنده لعيبه مميزه جدا طبعاً، لكن خبراتهم اقل شويه مننا، من نحاول يعني على قدر المستطاع ما ندخلهمش في الماتش. لو انت اديته امل في المباراه ودخل خد جيم وخد وابتدى يخش المباراه، هنا ساعتها بقى اللي هي الحتت زي بيقول ايه الحاجز النفسي هيبتدي يتكسر ويبتدي يقرب لينا جدا في المستوى. ولكن هم يعني السنه دي كان المستوى مهتز، لكن انا شايف الزمالك في اخر 3 4 مباريات ابتدى يعني الريتم، كذا مباراه فوز ورا بعض منهم، كذا فوز عملهم على طلائع الجيش وبرده في الكاس، فلا طبعا هم ابتدوا يستعيدوا جزء من الثقه وكده. فمحتاجين احنا طبعا في اول المباراه النادي الاهلي يخش بمنتهى الصرامه بمنتهى الحسم، ان اللي هو يعني انا محتاج ابين من اول دقيقه ان انا لا انا مش هفرط في المباراه، مش لان خلي بالك ده البلاي اوف، يعني انا في ماتش وفي اتنين وفي يعني مش لازم ان انا من اول عشان اسهل خطوتي اقلل الحمل البدني عليا حتى ان ما اطولش المباريات، احاول بكل الطرق ان انا اضغط من الاول و اريح يعني اكسب المباراه بدري وادي رساله ان انا لا انا ان شاء الله البطوله دي بتاعتي، وده اول ماتش وهيبقى تاني ماتش زي الماتش ده، مهم جدا الرساله دي. بدايات مهمه وفرض شخصيتك في الملعب مهم جدا. انا شايف ان النهارده برضو الحته النفسيه دي مهمه،
بصرف النظر عن الفنيات انت عالي فيها بس لازم تقول كلمتها. طيب خلينا نستعرض مع الساده المشاهدين يا كابتن الاجهزه الفنيه واللاعبين، نبتدي بالجهاز الفني لطائره رجال الاهلي. اتفضل يا كابتن محمد. طبعا كابتن محمد مصلحي المدير الفني ميدو، معاه طبعا كابتن تامر مجدي المدرب العام، وكابتن محمود جمعه المدرب، كابتن خالد ابو زينه المدير الاداري، ودكتور ايهاب فخر الدين طبيب الفريق، ومعاه سامح ظلام العلاج الطبيعي، وكابتن حسن عبد المجيد طبعا مخطط الاحمال، ومعانا طبعا كابتن احمد سعيد المحلل التقني اللي هو الداتا فولي بول، وحسام مدلك واحمد رشاد مهمات. تمام، خلينا نروح للاعبين، لاعبين النادي الاهلي او تشكيل النهارده اللي هيخش بيه النادي الاهلي المباراه، قبل ما نروح لقوائم او الجهاز الفني نادي الزمالك. اتفضل يا كابتن. طبعا احنا عندنا المعدين عبد الله عبد السلام وحسام يوسف. تمام. عندنا لاعيبه مركز 2 احمد صلاح واحمد قط. عندنا لاعيبه مركز 4 احمد سعيد ولويجي رانداز اللي هو المحترف الايطالي، وعبد الرحمن حسيني وعصران. بالنسبه لليبرو طبعا عندنا جارسيا الليبرو الكوبي ومحمد رمضان. لاعيبه مركز 3 طبعا عندنا محمد عادل ومحسن وعبد الرحمن سعودي. نعم. وكنت نسيت انا معلش احمد عزب في مركز 4 برضو، لعيب في مركز 4 عامل شغل كويس جدا. طبعا طبعا. وبرضو عصران، انا عصران المباريات الاخيره في كان بيشارك في سيمي فاينال الكاس وفي الدوري، خد مساحه كبيره عصران، واعتقد برضو ان هو كان يعني من اللعيبه القريبه ان شاء الله النهارده ان هي تشارك للمباراه لو احتاجنا ان شاء الله المجهودات العصران يعني ان شاء الله. طيب قبل ما نروح للجهاز الفني نادي الزمالك واللاعبين، يعني نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا عن تغطياتنا المستمره لمباراه طبعا الاهلي والزمالك جيم 1 في نهائي او سلسله نهائي مباريات نهائي الدوري لكره الطائره، ولكن بعد الفاصل. عندنا احمد فتحي وياسين عبد الرحيم دول معدين الفريق. عندنا في مركز 3 محمد المهدي اللي هو موقه، وعندنا محمد عفيفي ورشاد شبل ومحمد مجدي الجون. نعم. بالنسبه للليبرو عندنا شريف الشرقاوي ومحمد رضا الهو. نعم. وعندنا طبعا مركز 4 احمد يوسف ولعبه ومحمد مصطفى لعبه، وعندنا برده دبشه اللي هو مصطفى محمد مصطفى دبشه، والتركي اللي هو كانسان اوكباي اللي هو المحترف التركي الجديد. نعم. لسه الزمالك مقيده في نص نهائي الدوري. ومركز 2 عندنا رضا هيكل وسيف حسن عادل. طيب نروح برضو، اكيد كان في لقاءات السنه دي، 5 لقاءات ما بين الاهلي والزمالك، والنادي الاهلي فاز في جميع هذه اللقاءات. نستعرض كده اللقاءات كانت امتى والجولات دي وانتهت كام يا كابتن؟ تمام. طبعا اول مباراه السنه دي كانت في الجوله الثالثه من المرحله الثانيه في الدوري، ودي الاهلي الحمد لله تفوق فيها 3-0. والدور بقى الثاني اللي هو نفس الدور بس المباراه الثانيه اللي كان برضو الفوز النادي الاهلي 3-1، والمباراه دي كانت في نادي الزمالك برضو. يعني الحمد لله احنا كسبنا ذهاب وعوده في الدور الاول. بعد كده كان في دور اللي هو الترتيبي قبل البلاي اوف، مباراه برضو النادي الاهلي فاز بيها 3-0 الحمد لله. وبعد كده كان في الكاس السوبر، لعبنا مباراتين، واحده في الدور التمهيدي في السوبر والاهلي فاز 3-0، واخر مباراه طبعا النهائي وكسبنا برضو 3-0. فاحنا السنه دي يعني الخمس مباريات الحمد لله يعني زي ما بنقول في الكوره كده كلين شيت. كلين شيت الحمد لله. ان شاء الله النهارده كمان في المباراه شوت بس في شوت راح في الجوله الثانيه، مش كلين شيت الا شوت واحد. صحيح. طيب قبل ما نروح لارض الملعب كمان لازم نستعرض النهارده كان خبر مهم وتم الاعلان عنه على موقع النادي الاهلي، هو انه طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اجتمع النهارده مع الجهاز الفني لفريق كره اليد بقياده مستر ديفيد ديفيز عقب تتويجه امبارح بكاس مصر ومن قبليه بايام التتويج ببطوله الدوري. وكان هدف الاجتماع النهارده هو طبعا دي صوره من اجتماع اليوم، وكان الهدف من التتويج كان او الهدف من اللقاء النهارده هو الكلام عن الفتره المقبله، خاصه النادي الاهلي بيخوض منافسات كاس السوبر الافريقي في مطلع شهر مايو القادم، وايضا بطوله كاس الكؤوس عقب السوبر مباشره بيوم واحد. والبيان طبعا هو على الصفحه الرسميه للنادي الاهلي، وطبعا نستعرضه مع حضراتكم سريعا. الخطيب يجتمع بالجهاز الفني لكره اليد لمناقشه التحضيرات للمرحلة المقبلة. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عقد اجتماعا مطولا اليوم مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني عقب التتويج ببطولة الكأس أمس، والذي جاء بعد أيام قليلة من الفوز ببطولة الدوري.
بدأ الاجتماع بتهنئة رئيس النادي للجهاز الفني والإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلها مع لاعبيه على مدار الموسم من أجل الجمع بين بطولتي الدوري والكأس. وتطرق الحديث إلى الترتيبات اللازمة واحتياجات الفريق للمرحلة المقبلة والتي تشهد العديد من التحديات، خاصة وأن الفريق سوف يخوض منافسات قوية في بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية. حضر الاجتماع كل من الكابتن خالد العوضي مدير نشاط الرياضي، والكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة. واستمع رئيس النادي إلى رؤية المدير الفني ومعاونيه بهدف استمرار مسيرة الانتصارات والتتويج بالبطولات وإسعاد جماهير الأهلي، وأكد على دعم مجلس إدارة الفريق وجهازه على كافة المستويات. وده طبعا كان يعني البيان، ولكن احنا طبعا عايزين نوضح ان النادي الأهلي قفل صفحة الدوري والكأس، وكل التفكير النهاردة تاني يوم على طول الشغل على بطولة كأس الكؤوس الأفريقية والسوبر الأفريقي. ونتمنى طبعا التوفيق عشان السنة دي نبقى زي ما يعني بيقولوا كلين شيت، 4 بطولات من 4 بطولات إن شاء الله لفريق كرة اليد رجال بعد هذا الجهد الطويل طول الموسم والدعم المستمر من مجلس إدارة ونشاط الرياض. طيب خلينا نروح لأرض الملعب، نروح لمجمع الدكتور حسن مصطفى والزميلة العزيزة مريم سميح عشان تنقل لنا أجواء ما قبل اللقاء. اتفضل يا مريم. برحب بيك يا كابتن هيثم، برحب طبعا بضيفك العزيز نجم الاستوديو التحليلي كابتن محمود رؤوف نجم النادي الاهلي، وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، طبعا من داخل مجمع صالات حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر. هننقل لحضراتكم كل التفاصيل اللي بتسبق مباراه او جيم 1 من سلسله البلاي اوفز في نهائي دوري الطايره طبعا لكره الطايره رجال. طبعا يمكن المباراه كان محدد ليها في تمام الساعه 11 مساء، لكن تأخر طبعا انطلاق هذه المباراة بسبب المباراة اللي سبقتها ما بين الجيش وسموحة وطلع الجيش وسموحة. الحقيقة ان هي كانت مباراة قوية جدا، فعلشان كده يمكن أدت ان هي تتأخر او أدت لعدد من الأشواط الإضافية. طبعا زي ما احنا عارفين ان الشوط الأولاني والتاني كان مسيطر عليه الجيش بشكل كامل، ولكن الحقيقة ان الشوطين اللي بعد كده سيطر عليهم نادي سموحة، وبعد كده الحقيقة قدر يعني الجيش ان هو يسيطر على مجريات المباراة، وانتهت المباراة بنتيجة 3-2. خليني أقول أكتر عن تفاصيل هذه المباراة. الحقيقة ان هي كانت فيها عدد من توقفات أيضا التحكيم لمراجعة التحكيم، ولكن الحقيقه عايزه اتكلم اكتر عن يعني اداء الفرقتين في الاشواط. الحقيقه ان كان الاول الجيش طبعا قدر ان هو يحسم الشوط الاول بنتيجه 25-18، الثاني بنتيجه 25-23، وبعد كده مجريات المباراه الحقيقه ان هي انقلبت راسا على عقب الحقيقه، وقدر سموحه بعد كده ان هو يسيطر على الشوطين اللي بعد كده بنتيجه 25-14 وبعد كده 25-17، وبعد كده يعني انتقلنا للشوط الفاصل واللي انتهى بنتيجه 10-15 او 15-10 لنادي الجيش طبعا. وكانت هذه المباراه لتحديد المركزين الثالث والرابع، يعني دقائق قليله جدا بتفصلنا عن المباراه المقبله ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الزمالك، وزي ما انا قلت هي جيم 1 ما بين يعني او في سلسله النهائي للدوري. خليني اتكلم اكتر عن استعدادات هذه المباراه. الحقيقة أنه يعني منذ طبعا تأهل النادي الأهلي لنهائي كأس مصر وقدر أنه هو يفوز على نادي بتروجيت بنتيجة 3-1 خلال أو يعني حوالي ما يقرب من أسبوع أو 10 أيام، الحقيقة أن هي دي كانت المباراة الأخيرة قبل هذه المباراة. ومن ساعتها يعني الفريق بقيادة كابتن ميدو مصلح الحقيقة أنه هو بيتمرن من ساعتها، يعني منذ ما يقرب من أسبوع التمارين كانت الحقيقة يعني مستمرة، وكمان المحاضرات مستمرة. ولكن المحاضرتين الخاصين يعني بهذه المباراة بمباراة الزمالك، كان في مباراة أخيرة امبارح وكان في مباراة أيضا أخيرة النهاردة سبقت هذه المباراة أمام الزمالك، كان فيها طبعا يعني شرح لكل المباريات الماضية، خاصة أن احنا قدرنا أن احنا نفوز على الزمالك في عدد كبير جدا من المواجهات خلال الفترة الماضية. ولكن هذه المحاضرة الأخيرة كانت يعني بتشرح جميع النقاط الخاصة، سواء نقاط يعني القوة أو الضعف الخاصة بنادي الزمالك، وده اللي اتكلمنا فيه مع كابتن ميدو مصلحي قبل المباراة يعني أو قبل ما ينزلوا إلى أرض المباراة. الحقيقة أن عمليات الإحماء بدأت منذ نهاية الشوط الثاني لطبعا المباراة اللي جمعت ما بين سموحة والجيش. الحقيقة أن هم كانوا واصلين من بدري طبعا قبل موعد المباراة بما يقرب بساعة أو ساعة ونصف طبعا، سواء فريق النادي الأهلي أو فريق نادي الزمالك.
الحقيقه كمان بالحديث مع طبعا يعني الجهاز الطبي، الحقيقه ان الصفوف مكتمله، صفوف الفريق مكتمله طبعا باستثناء اكيد عبد الحليم عبو، وهو الحقيقه ان هو مصاب منذ البطوله العربيه. اكيد طبعا زي ما احنا تابعنا خلال الفترات الماضيه والاسابيع الماضيه عبو كان مصاب بقطع في وتر الباي، والحقيقه ان هو خاضع لعمليه جراحيه ان شاء الله يعني بنتمنى له كل الشفاء وان هو يكون قادر انه ينضم للفريق مره اخرى خلال الفترات المقبله، ولكن باستثناء عبو طبعا يعني صفوف الفريق مكتمله. الحقيقه ان النهارده يعني يا كابتن هيثم يمكن عايزه اوضح لحضرتك واوضح لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي بيحاول ان هو يعزز عدد كبير من الارقام القياسيه اللي حققها خلال الفترات الماضيه. طبعا بهذه المباراه هو بيحاول ان هو يصل للقبه يعني 34، وبهذا اللقب هيكون اكثر فريق مصري وصل او حصل على بطوله الدوري في الكره الطايره. كمان بيحاول يعزز يعني فكره الفوز المتتالي على نادي الزمالك، الحقيقه ان كان اخر فوز متتالي او اخر سلسله الفوز المتتاليه في موسم 2009-2010 قدر ان هو يفوز 6 مرات متتاليه، والنهارده ان شاء الله لو الفريق فاز هيكون بيكسر هذا الرقم القياسي بعد ما فاز طبعا خلال الفتره الماضيه في موسم 2022-2023 في عدد من المواجهات بداها طبعا من المرحله الثالثه من او الجوله الثالثه من المرحله الثالثه وايضا في الجوله السادسه من المرحله الثانيه، وكمان كان في الجوله الختاميه من الدور الترتيبي، واخر مواجهتين ما بين النادي الاهلي والزمالك كان في ختام الدور الاول من كاس السوبر المصري، وايضا يعني يمكن كان نهائي كاس السوبر المصري. والحقيقه ان فاز النادي الاهلي في كل هذه المباريات بنتيجه 3-0 باستثناء بس يعني الفوز في الجوله السادسه من المرحله الثانيه كان الفوز بنتيجه 3-1، وعلشان كده الحقيقه ان احنا بنقول ان هو بيحاول يكسر الرقم القياسي سواء في عدد مرات الحصول على هذه البطوله الغاليه جدا على كل رجال الماسترز، او ايضا في الفوز المتتالي بست مباريات على غريم وطبعا نادي الزمالك في مباريات القمه. ان شاء الله يكون النهارده الفوز الاول في سلسله البلاي اوفز او البيست اوف 3 ويقدر ان هو يحقق او يكسر الرقم القياسي في ان هو يفوز 6 مرات متتاليه طبعا على نادي الزمالك في مباريات متتاليه. خلاص يمكن دقائق قليله جدا والمباراه تبدا يا كابتن هيثم، اكيد هنتابع معاك واكيد هيكون لينا لقاءات حصريه طبعا مع رجال الماسترز عقب انتهاء هذه المباراه، ونتمنى ليهم كل التوفيق ان شاء الله كمان يمكن قبل ما يستكملوا هذه السلسله من البلاي اوفز اللي هتبدا كمان او هتستمر بكره ان شاء الله، يكون بكره يعني ان شاء الله الختام يعني ما نلجاش لمباراه فاصله، ولو لجانا لمباراه فاصله هتكون يوم الاثنين ان شاء الله، ولكن ان شاء الله رجال الماسترز قادرين ان هم يحسموا هذه المباراه وان شاء الله مباراه الغد، وان شاء الله يرفعوا راسنا زي ما هم رفعوا راسنا كمان في البطولات الماضيه. زميلة عزيزه مريم سميح بشكرك شكرا جزيلا، يمكن الحقيقه غطت لنا كل الاجواء وكل الارقام، بشكرك يا مريم وان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا النهارده في النادي الاهلي. الحقيقه احنا شايفين يمكن لحظات وتنطلق المباراه، هل يعني نروح للمباراه ولا ننتظر شويه؟ يعني بتهيألي انا شفت اللعيبه خلاص في ارض الملعب، يعني يمكن هيقولوا لنا في الكنترول اذا كنا نروح ل طيب خلينا خلاص لحظات زي ما قلت لحضراتكم وننتقل للمباراه، نطير لصاله الدكتور حسن مصطفى مطمع الدكتور حسن مصطفى لنقل اولى مباريات نهائي الكاس الاهلي والزمالك من الصاله، واللي هتبتدي كمان لحظات، ومعلقنا الكبير الدكتور مروان صالح، فالى هناك.